السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم يتمحور في معاناة فوزي غلام أثناء الإصابة تاعو من تهميش الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلى حد أنه بعد الإصابة الخطيرة اللي تعرض عليها واللي قعد مدة قريب يعني أكثر من سنة وهو بدون ممارسة لكرة القدم، أنه فكر إلى حد الاعتزال، لكن يعني بالصبر نتاعو بوقوف الجماهير الجزائرية والمناصرين الجزائريين وأصدقائه في نادي نابولي ومشجعين نادي نابولي قدر يرجع اللاعب هذا. لكن الأمر المحير أنه الاتحادية، المناجر، المكتب الفيدرالي، ولا واحد هز ولو تليفون يسقس عليه، قالوا شراك يا لاعب جزائري اللي قدم الكثير للمنتخب الوطني فوزي غلام، ولا واحد هز تليفون هضر معاه. باش تعرفوا الناس هذوما كيفاش راهم يخموا، باش تعرفوا شكون اللي دار منشور العار، نتاع اللاعبين المغتربين والإهانة للاعب المغترب الجزائري المغترب، وإهانة اللاعب هذا والتشكيك في وطنيته، باش تعرفوا كلش كيفاه مبني. ما هم حابين يجيبوا حتى لاعب ويكرهوهم كره، هما ماذا بهم تباع السلعة، السلعة اللي عندهم تتباع لوكال، السلعة المحلية اللي عندهم ان شاء الله تكون يكونوا يلعبوا، ما يلعبوش ما عندهمش مستوى ليسونسيال يتباعوا ويجيبوا الاموال. هذه كي الفايده، ما يهمهم لا المنتخب الوطني، لا يتحسن المنتخب الوطني مستوى نتاعو، لا يجيبوا لاعب مستوى عالي، لا والو سونسيال يتباع المنتوج نتاعهم هم بالذات، الانديه تاعهم يخدموا الانديه، مش قال يجيبوا من مولوديه وهران، ولا يجيبوا من الثوره، ولا يجيبوا من نوادي اخرى جزائريه، ولا لا يحوسوا السلعه نتاعهم تتباع. كي نقول السلعه باينين شكون، نقطه ورجع للسطر. لو نذكركم خاوتي بواحد الصوره اللي راهي تبان امامكم نتاع المنتخب الوطني لما راح يؤدي مناسك العمره بطلب من يعني هديه كهديه من الاتحاديه السعوديه والاتحاد السعودي لكره القدم، بعد تأهل المنتخب الوطني كمنتخب عربي وحيد لكأس العالم، أعطوهم داروا لهم عمرة. دائما في السراء وفي الضراء دائما تلقاو رجال الخفاء اللي من بينهم وليد صادي، هذا الجزائري اللي دائما يتنقل مع اللاعبين، مع اللاعبين المحترفين وين ما يروحوا، رغم انه المنصب نتاعو هو الله اعلم ماهوش مناجر كما يظنون بعض. في 2013 2014 كان مكلف بالمنتخبات، حاجه كيما هكا الله اعلم، مكلف بالمنتخبات ماهوش مناجر، لكن يعمل يخدم، يروح مع اوروبا، يشوف الجوار، يروح معاهم، كان عنده علاقه مليحه طيبه مع اللاعبين، مش كيما الاتحاديه هذه اللي جابت اشخاص غرباء لا تسير لا والو، وجيبوا في الاسرار الداخليه ويفضحوا في اللاعبين المحترفين المغتربين، كي نقول محترفين يعني مغتربين، ويشوهوا الصوره تاعهم في البلاطوهات في بلاطوهات وبعض القنوات الجزائريه، يشوهوا في الصوره نتاعهم ويتقاضوا اموال على جال هذه الصنعه، هذه الحرفه انك تروح تجيب لاعب محترف تدخل الشومبره تاعو تجيب اسرار نتاعو، مع من يحكي، مع من يتكلم، كيفاش يخمم، كيفاش كذا، وزيد شويه يكذبوا شويه اكذوبات وباش يهبطوا مستوى والقيمه تاع اللاعب المحترف ويدخلوا له في الوطنيه نتاعو، ماهوش باغي يلعب ليكيب ناسيونال، مش يلعب بقلبه كيما شفتوا منشور العار هذاك اللي منشور اللي باين. اذا خوتي الفرق انه هذا وليد صادي كان يخدم، يجري يتعب مع لي جوار، يروح يشوف لي جوار، تبليسا جوار، يبعثوا يحاولوا كيفاش يطمنوا عليه، يبعثوا عليه، يسقسيوا عليه، لي جوار ثاني اللي في اوروبا يجيبوهم، ما كاش مشكل يجروا. ما انا قلت لكم في 2014 متاكد ماهوش مناجر، وليد صادي مكلف بالمنتخبات الوطنيه، مناجر الله اعلم عبد الحفيظ تصفوت، هي عبد الحفيظ تصفوت هو المناجر، بصح يخدم ياكتيفي
بينما الاتحادية الحالية والله ما على بالها لا بليكيب ناسيونال لا اللاعبين المحترفين المغتربين لا والو. ليسونسيال تجيب لي جوار عندك تاع الباك ولا تاع الياس، ما بيع 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 كثر من البيع ودخل الاموال، سواء كانت باعوا لك في اوروبا دخلهم في ليكيب ناسيونال يوليو انترناسيونال باش تزيد السومه تاعهم، بيع الا ما كانش جيب جام هذاك لا نديروهم في البطوله المنحرفه ونبيعوهم للبريزيدون اللي ما يشريش نسيسبونديرو ولا نجيب له اربيتراج يكسروا في ماتش. هذا هو الاسلوب، هذا هو الاسلوب نتاعهم. ما عندهمش عقل فكر احترافي، ما عندهمش ما عندهمش ما يغلبوش المصلحه العامه، ما يلعب لهم بوالو. ما بعتش الجوار في اوروبا نبيعه في البطوله، والنادي الجزائري اللي ما يحبش يشتري عليا اللاعب نتاعي نتعبوا نتعبوا بالتحكيم نتعبوا كيما نحب انا نتعبوا نتعبوا. هذا هو واقع، هذا هو الواقع المرير والواقع المريض المرير والمريض. تشوفوا يعني وليد صادي انسان جنتلمان، انسان محترم، انسان شاب كفاءه جزائريه، شاب حب يخدم حب بلاده حب يعاون، ما عندوش هذيك العلاقه السيئه مع اللاعبين، علاقه طيبه مع اللاعبين. يعني كان همزه توصل بين اللاعبين وبالاتحاديه، ما كانش ينقل اسرار نتاعهم للصحافه كما بعض اللي راهم يديروا دركا ينقلوا اسرار الصحافه ويشوهوا صوره اللاعبين. لا بالعكس، كان يحمي اللاعبين مهما حتى تكون مشاكل داخليه، يحاولوا يحميوا الجروب يحميوا المجموعه. لكن هذا لا، هذا يحبين يكسروا. هو قال لكم واحد اينشتاين، اينشتاين قال لكم انا طيدار وبنطلب ما نشوفهمش في ليكيب ناسيونال، واش عنزيد؟ قال لكم عائله غلام عندها مصالح، قالها قال غلام ماهوش حاب يلعب في ليكيب ناسيونال، اللي يتكسر واللي ضرب واللي لعب قدام في كوب دافريك ولعب في الكوب دي مون، قال لكم ماهوش حاب يجي ليكيب ناسيونال. قالها وكاين الارشيف كاين. قال لكم يا ولدي عائله الغلام عندها مصالح، قال لكم طاب بنطالب وطيدار ما نشوفهمش في ليكيب ناسيونال. وكيفاش جاب المعلومه نتاع غلام؟ قال له ما زيدش تعيط لي. باش نقول لكم كاينه جماعه داخل الاتحاديه تابعين للمكتب الفيدرالي ولا تابعين لرئيس الاتحاديه بالضبط، يعني يعطيكم رئيس الاتحاديه زتشي، هم اللي يخلطوا ويجيوا هما اللي ينقلوا الاخبار المنتخب الوطني ويعطيوها للمحللين المقاهي هذا اشباه الصحفيين وكذا باش يشوهوا صوره اللاعبين. هذه المختصر المفيد، حاولوا يشوهوا الصوره تاع اللاعبين باش الراي العام الجزائري ولا الشعب المناصرين الجزائريين يدوا صوره سيئه على هذم اللاعبين. نعطيك دليل كيفاش بنطالب يلعب اساسي في شالك ما يعرفش يلعب بالون، يلعب تيتولير في شالك، لاعب قطعه اساسيه في شالك. اسكو لي يسمع مع احترامي النادي هذا العريق ولا الحومه تاع الباك، ترى نعيط لها حومه، باك ما عندهاش قاعده جماهيريه، نهضروا الواقع، حومه تاع الباك خير من شالك، كونوا واقعيين، خير من هوفنهايم. قال لكم هو وعد الوقت نشفى انا الاسطوره، قال يا ولدي انا نشوف ليكيب ناسيونال ما فيهاش بالفوضي، قال انا نشوف ليكيب ناسيونال فيها مزياني تكنيكمون الي بون، قال هكا الوليد هذاك قال تكنيكمون الي بون، هذا مزياني خريج اكاديميه باراد معروفه، راح لطوانيا راح لهافر هبطوه دوزيام ديك ايكيب ليكيب ريزيرف كما نقولوا ولا الفريق الثاني والفريق الرديف، هبطوه ليكيب الفريق الرديف. في الفريق الرافدي شافوا ما عندوش مستوى، قالوا روح ارجع شوف ارجع للنادي تاعك. من بعد راح بعثوه لليتوانيا، ليتوانيا قال له روح ما عندكش مستوى، عاود هبط البطوله تاع الجزائر بطوله منحرفه نادي بارادو يلعب، رجع ليكيب نتاعو في نادي بارادو زاتشي يحاول كيفاه يبزنسو ويعطيه للترجي. وانا نقولها لكم ودوها من عندي الترجي ما يزيدش عام يقول له ديغاج ديغاج، عام ما يكملوش يقولوا له ديغاج، وشفوا على كلامي مليح، عام ما يكملوش يقولوا له ديغاج. اذا هما يسوقوا في اللاعبين، لكن الضحيه ولا الخاسر الاكبر هو شكون؟ هو المنتخب الوطني الجزائري الخاسر الاكبر. حاولوا قد ما يقدروا يكسروا اللاعبين هذم المغتربين، يشكوا في الوطنيه نتاعهم، يشوهوا الصوره نتاعهم، علاقات سيئه ينقلوا. الوحيد دركا انا نشوف فيه اللي راني بصراحه نشوف فيه هو اللي يحمي في اللاعبين هو جمال بالماضي من الغرباء، انا كي نقول غرباء هو مجموعه زرشي اللي جابها معاه غرباء على المحيط المنتخب الوطني. هذا جمال بالماضي يعمل كمانجر، يعمل كحامي للمنتخب الوطني ويحمي اللاعبين، همزه توصل بين اللاعبين،
تقدر تقول كيما الدور اللي كان يديره وليد صادي ولا اكثر كان يدير فيه بجمال بالماضي. بقات درك تاهيل اللاعبين في الفيفا مازال هذه مازالت الدور اللي ما داروش بالماضي وهاو جايه مع الوقت يدير يحاول يدير بالماضي، لان هذه الاتحاديه ما دير والو والو، تبيع بزنس اللاعبين تاعها وخلاص، بزنس اللاعبين تاعها وصايب. هذا ما كانش مشروع، ما كان والو. الحامي تاعهم ولا اللي بقاو خايف اللي بقاو شادين في البوست تاعهم هو جبل بالماضي. لو قدر الله يروح جبل بالماضي تنسف هذه الاتحاديه على الاخر، يبقى فيها والو. لو يروح جبل بالماضي كامل يروح، على خاطر ما كانش ما عندهمش مشروع. لو عندك مشروع يروح جبل بالماضي، يجي اكس جي ايغريك زد، ليسونسيال تبقى الاتحاديه تخدم، العمل يبقى. ما كانش هذه الاتحاديه ما عندهاش دروك. راهو اللي حاميها شويه اللي عاطي لها صوره هو جبل بالماضي. لو يروح جمال بالماضي لا قدر الله ما تبقاش، ما عندهاش مشروع، ما عندها والو. هذه اتحاديه هذه جايه تبيع وتشري. في الاخير ختمت ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.